وزير الخارجية السعودي الأمير فهد الفيصل رأى أن الانتقال السياسي للسلطة في سوريا أصبح ضرورة وحتمية للحفاظ على وحدتها. التدمير الشديد الذي تشهده المدن السورية تحت قصف الآلة العسكرية العمياء للنظام التي لا تبقي ولا تذر، وهو الأمر الذي يجعل من عملية الانتقال السياسي للسلطة أكثر حتمية وضرورة للحفاظ على سوريا أرضا وشعبا. ونرى في تشكيل الائتلاف السوري الجديد خطوة إيجابية مهمة تجاه توحيد المعارضة تحت لواء واحد، ونأمل أن تشهد خطوة مماثلة نحو توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري من كافة جوانبه السياسية والأمنية والإنسانية. وسوف تشارك المملكة بمشيئة الله تعالى في مؤتمر أصدقاء سوريا المقرر عقده في مراكش، ومن الغريب أن يكون مجلس الأمن هو المكان الذي تختلف فيه الرؤى. يعني مجلس الأمن في دول دائمة العضوية منحت هذه الديمومة لتكون وكيلة للحلول، لا لتكون مصب للنزاعات بين الدول.